السلام عليكم أحباب، معكم كامل. اليوم راح نشوفك في المرسمو وجهة مانجا ولا أنيمي من الجنب. قبل ما نبدأ، الشخصية اللي راح نرسمها هي سورو من المانجا ساعي. كانت نرسم فيها أني بارتاجيت الشابتر الأول، اللي يحب يقرأ نحط لكم اليوم في الديسكريبشن. سنقاو مانجا اسمها عالم خلف الأسطار، كاينة بلونجلي وبالعربي. اقرأها وعطني رأيكم في الرسم والقصة. بسم الله نبدأ. نبدأ نرسم دائرة نورمال عادية بأي حجم تحبين. بعد نرسم في النص عدد أجزاء، يعني نقسمها لأربع أجزاء. الخطوة الجاية هي أن نوسع فيها الجانبين، يعني نوسعها على اليسار كما راكم تشوفوا هنا، ونزيد نوسعها على اليمين. الخطوة الجاية نحكم هذه المسافة اللي راكم تشوفوها درك، نعاودوها من تحت، نطوطو في الخط هذا الزائد، نزيدو نطولو في الخط تحت. بعد نرسمو خط عمودي يبدا منين مدت من الدايرة البيض من الخط تحت، نرسمو هذا الخط كيما راكم تشوفوها. هادي هي لاباس تاع الرسمة، راكم نبداو نرسمو في الوجه، نبداو نمشيو مع الدائرة بعد مع الأول، كي نوصلو هنا تبدا البداية تاع الخشب، نخرجوه ولازم شي يعدي. حتى نرسم هذاك هذا الرسم هذا الرسم بشوية، المهم ميعديش بزاف وخلاص. بالنسبة لكم سؤال نقول كما راكم تشوفو كما راكم تشوفو مفيش حساب. الخط نتاعي سهل، نكمل البرك نمشي مع الخط شوية ونعود ورا نصف دائرة. نبدأ نرسم الشكل نتاع الفك، نروح لنقطة التقاطع هاذيك ونرسم الخط نبدا منها ونصبح بالخط الجديد تاع التقاطع هاذيك ونرسمها فيك ونرسم الخط. نكملو نرسم الرقبة، ماشي حاجة صعيبة، زوج خطوات برك. نرسمو الردل، نبداو نرسمو الشكل العام تاع الحساء، قاعدة تاع أسطوانة. درك نبداو نرسمو الشكل الخارجي تاع الردل على هداك الشكل اللي رسمناه قبيل. بعد نكملو نرسمو التفاصيل تاع الردل من داخل. بعد نحدو البلاصة تاع العين، نرسمو خط من القاعدة تاع الخشم الى البداية تاع الودن. نكملو نرسمو الرقبة من الوراء ونروحو للعين. نبداو في العين، نرسمو الدائرة، نسقط الدائرة هاديك اللي نرسمها تاع الوسط. نبدأ نتحرك فيها ونرسم المثلث هذا اللي هو الشكل تاع العين، ونحط التفاصيل الرموز إلى آخره. ثم نرسم العين من داخل، كي تعود على الجنب نتيجة العين على شكل دائرة. الأول يكون عمودي والخط الثاني من حالي. بعد نرسم الحاجب ما يكونش بعيد بزاف على العين، البعد تاعو يكون على حسب الشخصية تاعي. بعد نروح نرسمو آخر حاجة اللي هي الشعر، نبداو نرسمو الشعر في الاتجاه اللي يخرج فيه الشعر تاع الشخصية تاعي والشكل العام تاعي. من بعد نبدا الشكل العام، نبداو نرسمو في الشعر اسمو حسن، هذا الشخصية تاعي شعرو يكون عشوائي بزاف، خليكم تكملو تتفرجو لداخل.
اشتركوا في القناة وسبسكرايب وقولوا لنا وش حابين نشوفوا في الفيديوهات الجايه. يا بيس، سلام.